قد لا يكون هذا المرفق هو الشاهد الوحيد على كارثية الوضع الصحي الذي تعيشه ريمة، لكنه يكاد أن يختصر أمامنا الطريق إلى قلب المأساة برمتها. فمنذ 15 عاما على الأقل شيد هذا المبنى لخدمة ما يقارب 90,000 نسمة هم إجمالي مديرية السلفية، وفق مواصفات تكفي لأن يشكل مرفقا نموذجيا يعفيهم العناء الاضطراري للوصول إلى مستشفيات المدن الرئيسة، أو في أقل الأحوال يضع حدا لحالات الوفيات المتعذر إنقاذها في الحالة الطارئة والحرجة. تقول كاميرتنا المتنقلة في الأروقة أن كل كاد تبخر. وعوضا عن الصورة في الداخل حيث لا معدات ولا أجهزة ولا أطباء ولا أدوية، فقط مختبر ومخبري وحيداني لمهمة فحص جرائح الدم، تنبئ الصورة في الخارج كيف تحول هذا المرفق الصحي إلى إسطبل للحيوانات. والمعاناة عندما تأتي حالة أكثر النساء نزيف بعد الولادة يضطر إلى نقله إلى المدن، ثم إلى ذمار أو إلى صنعاء، يعني قد يتوفى في منتصف الطريق، ونحن كإدارة أو كقدرة فنية قادرين على تقديم هذه الخدمة ما عدا أن توفر الأجهزة. وكما ترون الأجهزة متواضعة بدائية لا تلقى إلى حجم المستشفى وحجم الزمام السكاني المحيط بالمستشفى. أكثر من كل ذلك قسوة وبشاعة أن هناك موازنة تشغيلية للمرفق، كما تضم كشوفاته عشرات الموظفين أغلبهم لا يعرفون الطريق إلى موقعه، فضلا عن إدارته التي قيل لنا أنك مهاجرة في إحدى دول الخليج. 35 موظف داخلوا أينه؟ ولا أي خدمة تقدمها المراكز الصحية في مديرية السلفية منذ تأسس هذا المستشفى إلى الآن لا توجد بينه أي طبيب مختص نهائيا، لا يوجد فيه علاج. محتاج كادر أقل ما يكون هو كادر نساء تولد يعني أخصائية معانا قابلات موجود قابلات الشباب، بس نشتري أقل حاجة يعني بكالوريوس تكون أخصائية نساء تولد. تبدو حالة اضطرارية حملت هذا الطفل ليكون الزائر الوحيد لهذا المرفق، وتنبئ حالته الصحية عن مضاعفات إصابته بالحمى والتهابات الصدر حد تعثر رئته عن التنفس، ما يعني حاجته إلى إنعاش بالأكسجين ولا أكسجين هنا، غير أن حقنة في وريد الطفل هي الممكن وسط فقدان الشيء والارتباكة الذاكرة في ملامح الصحي الوحيد. ولد هذا المرفق الصحي ميتا، وكغيره من المرافق الصحية بقي شاكدا حيا على وضع صحي كارثي تعيشه ريمة. وبرغم إعلان كمحافظة منذ ما يصل 10 سنوات، لكن واقعها الصحي ظل معلولا وبلا صحة. علي الجرادي، قناة بلقيس، ريمة.